من لندن ينضم إلينا مراسل الغد بهاء العوام. بهاء، الاجتماع لحزب المحافظين السنوي اليوم، ما هي التوقعات حول ما سيرشح عن هذا الاجتماع؟ وهل ستحاول أو ستنجح ماي ربما في لملمة حزبها مرة أخرى تحت قيادتها بهاء؟ نعم، فعاليات هذا المؤتمر السنوي تمتد على مدار 4 أيام، بدأت من اليوم وسوف ينتهي يوم الأربعاء المقبل. هناك نشاطات كثيرة، فعاليات كثيرة، ورش عمل خلال هذه الأيام لمناقشة جميع تفاصيل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، حيث أن حزب المحافظين سوف يطرح برنامجه للفترة المقبلة، وعلى رأس الأجندة طبعا هي موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن التوصل إلى صيغة يتوافق حولها الحزب مرة أخرى ليخاطب من خلالها المجتمع البريطاني والاتحاد الأوروبي، لعله يصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالخروج أو يختار الله صفقة كما يروج أو كما يتوقع البعض. الفعاليات اليوم الأول في مدينة برمنغهام سوف تتضمن كلمات لأربع وزراء في الحكومة المحافظين: وزير الدفاع والخارجية والتجارة ووزير التنمية. وبالتالي بعد أن يفتتح طبعا الأمين العام للحزب هذا المؤتمر، حالة الانقسام التي يعيشها الحزب لا يمكن التنبؤ بنتيجتها في اليوم الأول للمؤتمر. ربما من الأفضل أن نستمع إلى كلمات الوزراء والمسؤولين في الحزب، ومن ثم تستخلص بطبيعة الحال هذه النتائج أو أين تسير الأمور بالنسبة لحزب المحافظين من خلال نتائج هذه الفعاليات. طيب، المستمرة ما الذي يتداول بشأن تعديل موقف ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ بعض الأوساط أو المصادر تحدثت أنه ربما تعدل ماي من خطتها أصلا. بطبيعة الحال تعديل خطط تشيكرز هو الخيار الأقوى بالنسبة للمراقبين هنا، حيث أن حزب المحافظين الآن بات منقسم إلى 3 فئات: فئة تريد إعادة الاستفتاء مرة أخرى، وفئة تريد حذف الخطة والخروج الصلب إنجاز التعبير من الاتحاد الأوروبي، فيما فئة ثالثة تحاول الوصول إلى صيغة معدلة لخطة تشيكرز. ربما يكون هذا الاحتمال الأقوى ليستطيع الذي يمكن أن يلتف من حوله حزب المحافظين مجددا ويتجنب الخوض في صراعات قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فشل مفاوضاته في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وربما أن يضطر لانتخابات عامة وأن يسقط تيريزا ماي، وهو ما يمكن أن يعكس عليه سلبا، وهو ممكن أن لا يمكن أن يقود السلطة إلى حزب العمال المعارض. جميع هذه التفاصيل، جميع هذه المخاوف نصب أعين المؤتمرين في حزب المحافظين، وربما تؤخذ بعين الاعتبار للحصول على التوافق الحزبي مرة أخرى. سنبقى معك طبعا لمتابعة تطورات الأمور. شكرا جزيلا بهاء العوام، مراسل الغد من لندن.